شادي بيقول ان قرب يوصل. طب وسامح، عايزين نفهم منه ايه اللي حصل بالظبط. انا اتصلت بيه بعد ما جه محمد جه دخلتي معاه لعمي، وقال ان عنده اجتماع مجلس اداره علشان كده معرفش ياخد ويدي معايا. ده حتى اتصلوا بسناء وراحت لهم، وعشان كده اضطر يسيب عمي يجي لوحده. وبعدين اهلا 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 محمد بيه. اهلا تحية. خير يا عمي؟ عمي عامل ايه دلوقتي؟ ما قالكش ايه اللي ضايقه خلاه في الحالة دي؟ احنا اتكلمنا في مواضيع تانية، بس نصيحة مدام تحية، خليكوا جنبه ويا ريت تتصلوا بالدكتور علشان يبص عليه. ما انا قلت له كده وهو اللي مرضيش. ما تسمعيش كلامه. اقول لك انا همر على الدكتور احمد في سكتي، هو لسه دلوقتي ما راحش العياده، انا هخليه يجي له. هو حضرتك تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ طبعا ده صديق عزيز وبنلعب جولف مع بعض. الف شكر يا محمد بيه، متشكرين جدا. العفو يا تحيه. هاني سلام عليكم. وعليكم السلام. ايه على فين؟ انا عارف السكه كويس. هو انا غريب؟ لا لا، ازاي؟ مش عارفه اعمل ايه. بس يا بنتي كويس ان انت جيت. بابا ماله؟ فهموني، هو كويس؟ اه الحمد لله كويس، بس لازم الدكتور يشوفه. المهم دلوقتي هو طلب يشوفك انت وعمك محمد. اطلع له بقى بسرعه. انا طالع حالا. اطلع بسرعه يا ابني. مش عارف بس اعرف ازاي. ولا فالك؟ امال في ايه؟ اتكلم. ايوه عاملين شويتين بتوعك دول، ما انت زي اخوكي تمام، كلكم طينه واحده، تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. هو فين؟ هو مين؟ اخوكي جلال. وانا اعرف منين؟ ما دام ما تعرفيش بقى يبقى ضروري انت اللي هتقولي لي على كل حاجه. ايه الحاجه اللي انت عايزني اقولها لك؟ الحقيقه كلها. انا ما اعرفش حاجه يا محمد بيه. حقيقه اخوكي المجرم وانت معاه. اوعى تقول كلمة زيادة عن كده ولا هطلب لك البوليس. ما انا جاي عايزك تعملي كده. يعني مش همك حاجة؟ مش هممني حاجة، وهتقري من الحقيقة وهتعترفي بكل حاجة. اعترف لك بإيه؟ فهمني وأنا أجاوبك. إن جلال هو اللي حاول يقتل ابني مش شريف. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ مش عاوزة تقري بالحقيقة؟ دلوقتي بقى هتقري بكل حاجة. إيه يا محمد بيه في إيه؟ شايفة بقى إزاي أنا جد؟ رصاصة واحدة يا فريدة هانم في دماغك ولا في قلبك؟ وابقى شفيت غليلي. في ايه؟ في ايه؟ الحقني الحقني يا دكتور احمد، الراجل اتجنن وعاوز يموتني، عاوزني اعترف له ان جلال هو اللي حاول يقتل شاكر. احلف لك باني ما اعرفش حاجه. يا محمد بيه، يا محمد بيه، اهدى وهات المسدس. مش هدي لك المسدس الا لما تعترف بكل حاجه. محمد بيه، انت راجل مش قليل، وزير ورجل اعمال، ما ينفعش كده ترتكب جريمه وتلف حبل المشنقه حوالين رقبتك، ويمكن بعد كده اللي انت قتلته ده يطلع مظلوم. لا مش مظلوم، هقتله وبعد كده هموت نفسي. يا محمد بيه، ايه اللي جاب سيره الموت بس؟ هدي نفسك، اقعد كده وهدي نفسك وهات المسدس. هات المسدس يا محمد بيه، اهدى، هدي نفسك، هدي نفسك. وتفضل اقعد واحكي لي الحكايه. يقعد فين؟ ده كان عاوز يموتني. لو انت كنت اتاخرت عليا كان زماني مت. نقول الحمد لله يا فريدة. الحمد لله اه، بس برضه هبلغ البوليس. يا فريدة يا فريدة، واضح ان الراجل مش في حالته الطبيعية، ما تعملناش فضايح. ثم ما تنسيش ان ده حماكي. اتفضل يا محمد بيه، اتفضل استريح واقعد واحكي لي الحكاية بالتفصيل. جاوبني يا شادي. اقول لك ايه؟ اقول لك ان الدنيا في عينيا بقت اسود من يوم ما تسبب يمسكوني. خايف الصدمه يا حبيبي ترجعك للسكه اللي كنت هتروح فيها. لا من الناحيه دي ما تقلقش، دي كانت غلطه وعمرها ما هتتكرر تاني.
حتى لو قلت لك انه سرق مليار دولار وهربهم بره البلد؟ سكت يعني؟ مهما كان قد ايه، ايه اللي هيضيفه؟ انا عارف يا حبيبي مش هضيف حاجة، بس مش مع المبلغ ده. بدليل انك سكت ما اتكلمتش. انا ما انكرش ده مبلغ يطير عقل اي حد يسمعه. يبقى بتنقط نفسك. انا كده فهمت، خدتني واحدة واحدة لحد ما وصلتني للمصيبة الحقيقية. بس صدقني، مليون مليار كل اللي عمله ايه؟ ضاف لجرايمه لقب حرامي. ده مش بس سرق الشركة يا ابني، ده طعن في اقتصاد بلد كانت بتساعدنا عشان نشتغل ونكسب. يا ريت على كده وبس. العمال اللي بتشتغل ومحتاجة كل تعريفة من الفلوس اللي بتاخدها دي هتعمل ايه؟ لما المصنع يتقفل مش هيلاقوا نفسهم في الشارع؟ أنا مخي يقف عن التفكير يا ابني، مخي يقف عن التفكير. حاسس إن كل حاجة فيها اتشلت. لا لا يا بابا، لا يا بابا، أنا عمري ما شفتك مأزوم بالمنظر ده. عشان خاطري قوي عزيمتك زي ما كنت بتقوي عزيمتي. المفروض كلنا نقف إيد واحدة عشان نشوف الكارثة دي هنعمل فيها إيه. أنا ما بعتلك يا حبيبي، ما بعتلكش عشان كده. أمال عشان إيه؟ أنا عايزك توعدني إنك تنسى موضوع الشركة ده، ما تخلوش يأثر عليك. خلي بالك من مستقبلك الفني، هو اللي حقق لك اسمك ونجاحك. بدل ما قلت كده ليك عندي خبر حلو قوي. ايه هو حبيبي؟ انا لسه راجع من عند استاذ محمود جودت. اتفقنا ان احنا هنعمل اول شريط وهيوزع لنا الحانه كلها وهيشارك في انتاجه كمان. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك. الف مبروك، ألف ألف. دلوقتي أنا اطمنت عليك، أنا مستريح. لا تنام إيه؟ مش هقولك بقى ترقص زربة ونفسك يتقطع والكلام ده. كل اللي هطلبه منك تخش تاخد حمام حلو وتنزل تتغدى معاه. حاضر. وعد وعد. أنا خدت كلمتك، أنا مستنيك. دكتور أحمد، الحكاية مش اللي قالته زوزو بس، لا ده فيه شواهد تانية على الغدر والظلم اللي الهانم عايشت فيهم ابني اللي أخلص لها عمره كله. ده كان ساعات يقعد يحكي لي وهو مقهور مكسور الخاطر. ظلم إيه وغدر إيه بقى إن شاء الله؟ ما تلفيش عليا يا فريدة، تقدري تنكري إنك كتبتيه ورقة يتنزل لك فيها عن نصيبه في الأسهم اللي كان حيديها له جلال؟ ولو اني مش في استجواب يا محمد بيه، لكن حصل. وبما انه بقى قال لك على الكلام ده يبقى نتكلم على المكشوف. ما قالكش انه ساوم جلال عشان يحط له فلوس بره مصر بدل الاسهم ويسيب البلد ويمشي؟ لو عندك الشجاعه تقول. قال يعني انت كنت عارف انه هيهرب ويسيبني؟
ما النج يعني نجل. وانت كنت عارف ومتواطئ معاه ضدي. ما هو من عمايلك فيه يا فريدة. كان هيعمل ايه جدع وهو شايف انك انت بتجرديه من المكسب الوحيد اللي اخده بعد ما رضي انه يبقى بديل لجلال اخوك قدام البوليس، ويقول ان هو اللي بعت الرجال عشان يخلصوا الموظفين من المعرض. امال ايه؟ علشان ما حضرته ما يروحش رايح جاي على البوليس والاسم والنيابه والكلام ده ويتعب نفسه، لا عشان يستريح الباشا. امال ايه؟ انا ما انت عرفت الحكايه دي من ايه؟ العصفوره هي اللي قالت لي من جلال. لما لقاني هتجنن وحزين عليه بعد الحادثه قال لي لا يا حبيبتي فوقي بقى وما تحزنيش، شاكر ده كذا وكذا، ورغم كل ده غفرت له لانه طول عمره طيب وبيحبني، ولاني ظلمته زي ما قلت يوم ما قسيت عليه وكتبته التنازل عن الاسود. ما فكرتيش ساعتها انه ممكن يكون جلال هو اللي عملها؟ ما هو اللي معروف انه شريف وكل الناس عارفه كده، يعني مش انا لوحدي. مش عايز اصدقها ليه يا محمد بيه؟ مع ان اديك شايف مشاعرها ناحيه شاكر ما تقلش عن مشاعرك ابدا، ولا فاكرها بتمثل المره دي كمان؟ انا اعرفها كويس قوي وهي دي طبيعتها، اعرفها زي ما اعرف نفسي بالظبط. ما هي المشكله انه ساب الحمار ومسك في البردعه، واذا افترضنا ان جلال هو اللي عملها زي ما انت ما بتقول، جلال موجود عندك، ارفع عليه مسدسك وقرره. وانا كنت مستنيكي، انا جايلك هنا بس بعد ما يأست، مانيش لاقيه في اي حته، لا في بيته ولا في الفندق اللي راح يقضي فيه شهر العسل. اذا كنت ما لقيتوش دلوقتي فبكره هتلاقيه. اقسم لك بالله العظيم اني ما حسيبه لو كان في اي مكان في مصر، وحتى لو سافر بره هروح وراه. انا رايح دلوقتي اقابل ابوكي والعيله، وضروري في حد فيهم يعرف اطرحه. انا اصلا كنت رايح لحسن بيه اشوفه، لان الاستاذ محمد حاكم عدى عليا وقال لي انه تعبان وراقد. بابا تعبان؟ ازاي محدش يقول لي؟ تعالي معايا، وانت كمان يا محمد بيه لازم تيجي معايا في الظروف دي. وسيبك بقى من حكايه المسدسات والقتل ده، واظن الراجل كان واقف معاك جنبا الى جنب في موضوع شاكر. ايوه طبعا، فعلا ما اقدرش انكر وقفته معايا ابدا. يبقى تسلم امورك لربنا وان شاء الله الحقيقه هتتكشف. ايه ده؟ انت نمت من غير ما تغير هدومك؟ قوم قوم البس البيجاما. يلا حسن 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 لا العوني ماله بابا؟ Thank you.
شوف يا حلمي بيه، أنا متولي بيه بعد ما انكتب البلاغ للنائب العام، وبعدين قعدنا نفكر بيننا وبين نفسنا كده، لقينا الكلام ده يعني ما يخش العقل. معنى كده إن بيوتنا هتتخرب بصنعة لطافة. حلمي بيه دي مؤامرة، الراجل عملها وأولاده عشان يهرب فلوس الشركة كلها بره عن طريق جلال وبعدين يلحقوا بيه. أستاذ زغلول، أستاذ زغلول ربنا يعرفوه بالعقل، اهدى كده عشان أستوعب. تقصد ان حسن ابو الوفا كان عارف بكل تصرفات جلال ابنه وكان متستر عليه عشان يبان في النهايه انه اتخدع زيكم ويزيل عن نفسه الشبهه؟ ماشي، انت محامي كبير، فسرها لي بقى. طب تفسر بايه انه يعين ابنه سامح بعد ما هرب جلال؟ علشان يسبقها اكتر. لا يا جماعه، لا لا، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ممكن ينطبق على شركة خسرانة، والشركات كتير من نوع ده، صحابها استدانوا من البنوك وتراكمت عليهم الديون والفوائد فقرروا ان هم يهربوا، انما لحد ما مشي جلال الشركة كسبانة ورصيدها ضخم في البنوك. ايه يا حلمي بيه، انت معاهم ولا معانا؟ امال ما كنتش مواكب النار زينا يا اخي. لا، انا بدور على ثغرة تقنعني بكلامكم ده، أنا مش محامي صغير ولا يمكن أدخل في سكة خسرانة من أولها. بعد إذنك حلمي. أيوة أيوة، مين؟ أيوة صاحب الفضل. إيه؟ طب إزاي ده؟ إمتى؟ طيب 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 طيب، يبدو إن كلامك صح يا أستاذ حلمي. في إيه؟ حسن بيه؟ حسن بيه تعيش أنت؟ يا ساتر يا رب، حصل ازاي ده؟ قولوا بعد ما روح وقعد شويه ودخل اوضه النوم حط راسه على المخده، السرير لها طلع. لا اله الا الله، محمد رسول الله. الراجل ما استحملش الصدمه زينا، لا حول ولا قوه الا بالله. اغفر لي يا رب سوء الظن. انت رايح فين؟ الدنيا زمانها مقلوبه دلوقتي. بقول لك ايه يا حلمي بيه، احنا ما جيناش وما اتكلمناش في حاجه. سلام عليكم. الله يرحمك يا حسن بيه. اهدي بس كده يا مدام زوزو وما تعيطيش، فهميني ايه اللي حصل من ساعه ما مشيتوا. ما قدرش يستحمل يا ولده، ما قدرش يا باشا، ما قدرش على الصدمه. صدمه هروبه؟ يا ريت على قد كده، ده سرق الشركه بفلوسها كلها وهرب بره، خلاها على البلاطه يا باشا، وقبل ما يهرب كان مهرب الفلوس كلها. اسامح اخوه لسه قايل لي دلوقتي. قد ايه؟ بيقولوا مليار، مليار دولار يا باشا. يا خبر، مليار دولار؟ انت متأكدة من الرقم ده ولا جنيه؟ ده مأكد لي يا باشا، انا نفسي شعري طقطق لما سمعت المبلغ. يا خرابي يا خرابي، كتبوا بلاغ للنائب العام وهيبعتوه بكره. ده الدنيا هتقوم مش هتقعد، هي البلد ناقصه.
انا قلت اقولك، انا كنت حاسه بيه يا باشا، حاسه قد ايه هو كان تعبان من جرايمه، فبالك المصيبه دي. عبد الظاهر بيه، انتوا ما تسيبوهوش، لازم تعملوا حاجه، لازم تجيبوه من تحت تقطيع الارض. ان شاء الله ان شاء الله يا مدام زوزو، طمني الموضوع ما بقاش فيه هزار، ده قضيه امن قومي وكل الجهات المعنيه هتتحرك. We'll be right back.
الأول وهات العمر من الأول بحب جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشقت مبسوطة؟ مبسوطة ده أنا طايرة من الفرح يا حبيبتي. بس كل يوم كل يوم كل يوم من ده كل لحظة يا دلي عليكم يا دلي على الحب جينا نبيع بوش التوت ضيعنا القلب ببيروت. ايه اللي انت قلته ده؟ بوش التوت القلب ببيروت. لا 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 حلو قوي حلو قوي قوي. انا عايزك تحفظ لي تحفظها عيني. انتوا تقشروا وبنفذ. ميرسي يا بسر. طب قول لي بقى البروجرام بتاعنا بكره ايه؟ في اشياء كتير حلوه نقول اثارات متاحف. ليه 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 كده؟ ينفع ينفع الكلام ده؟ احنا لسه عرسان جداد يعني عايزين نسهر نبسط نرقص نفرح. عيوني لا بليز يا جلال بليز انا بحب جدا الاثار والتاريخ والحاجات دي. كيف ما بتريد يا حبيبتي تقبرني عيونك. بس كيف ما بتريد المدام عيناتي نقضيها بقى ثقافه وفن. كيف ما بتريد ماشي اصل احنا عندنا كده يعني المدام كلمتها هي اللي لازم تمشي. عندكم ايوه وعندنا وعندكم وعندنا حلوه. بقولك يا روحي انا هستاذنك بس يعني خمسه كده ادخل جنبك معلش انت مش غريب طبعا البيت بيتك ها هدخل اخد شاور كده انت عارف اللف بقى طول النهار ده خلى الواحد يعني حرق بقى مش لطيف. بدك تفوق بتفوق. ايوه طيب انت كنت تقول الايه بوش ايه الاولانه اللي انت كنت بقول لك حافظها لي دي ايه كبوشت 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 كبوشت. ده من رضا. بدك شيء تاني مدام؟ لا ميرسي يا باسل بس اوعى تنسى معاد بكره ها بدري ان شاء الله بدري باي باي. هتفضل قاعد كده ما توحد الله امال كاد اللي مات ابويا يا بيغتي ده راجل ما يتعوضش. الجرايد محتاره تكتب عن قيمته وبنت تكتب عن ابنه. حسن ابو الوفا محدش يعرفه قدي كان عنده طموح كبير قوي كان واحد من قله ابنه بكلمه الصناعه الوطنيه. انا سافرت معاه كتير قوي سافرت معاه بلاد عربيه وبلاد في افريقيا وفي اوروبا علشان احضر له الدعايه بتاعت منتجاته. كان جناح سيراميكا وفا في اي معرض ابرز جناح ياما شركات اجنبيه طلبت تشاركه لكن هو رفض قال ما دام اقدر اعمل اللي هما بيعملوه احسن منه كمان مش هدخل خواجه معايا. محجموش غير السن وجلال يستغل الظروف. المصيبه في اللي اتكذب ونزل زي السيل سابوا كل جرايم السافل ومسكوا في الفلوس اللي هربها والمصيبه اللي طبت على الشركه والمبلغ دخل موسوعه الارقام القياسيه لانها بقتش كارثه على الشركه لا دي بقت كارثه على البلد. اللي عجبني زوزو حسب الرقاصه قعدت جنبي في العزا وحكيت لي عن دورها في كشف جلال وازاي قدرت توصل للحقيقه من اقصر الطرق وحطيتها قدام الداخليه وبتحلف انه لو عرفت بدري يوم واحد انه كده كانت بلغت عنه واتمسك. زوزو حسبه ازاي دول كانوا اصحاب؟ حاسه سادسه بقى برضه علم النفس. لو تعرف ركبتها ازاي في دماغها تدي درس للمفروض واخدين شهادات فيه ولانه عندها ضمير انا هحكي لك. من غير ما تحكي واضح ان الدكتوراه هتبقى عن نفسيه الراقصات. مشكله المثقفين والفنانين انه عندهم تعالي على اللي اقل منهم. بيرتي انا في عرضك اللي انت مقتنعه بيه انا ببصم عليه. المهم يا ستي يمسكوه ويجيبوه. ولو ان كل السوابق بتقول غير كده مع كل اللي هربوا الا انه هتبقى اسعد لحظه في حياتي لو مسكوه ورجعوه. مسألة يا جماعة كده دخلت في باب الصدمات اللي ورا بعضها. على ما نحاول نفوق من صدمة تنزل التانية فوق دماغنا تدوخنا. لا وإيه؟
كل ده في زمن قياسي من هروب الطبقي لمعرفة ان جلال هو اللي كان بيحركه لحد جلال نفسه ما يهرب لو ايه باموال الشركة بعد ما ينهبها ويتسبب في موت ابوه. وللأسف هو الوحيد من بين الكل اللي ما قدرش يستحمل. يستحملها ازاي بس؟ دي كارثة كبيرة يا جماعة. بصوا للموضوع من منظور تاني، قولوا ان ربنا لطف بيه عشان ما يعيش الزمن والفترة اللي جاية. فعلا يا استاذ عيسى، بعد اللي هبر وجلال وهرب اللي جاي شكله ما يطمنش. عشان كده يا جماعة خطة تحركنا المرة دي هتبقى مختلفة. احنا هنبدأ من الاخر، من بعد هروب جلال. الكارثة تبتدي لما حول نص مليار دولار من وديعة الشركة على اسم شراء مستلزمات انتاج وخامات. لا، والغريب في الامر وبجاحته عمل ده ومكتبه في الشركة مازال مكتوب عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب. حضرتك تقصد النص مليار التاني اللي خده من البنك؟ برافو عليك يا شاهدة. عشان كده لازم نعرف تفاصيل العملية دي. وانا اقدر اقول لكم من دلوقتي وانا مغمض عيني ان مدير البنك ده ضمن منظومة من مدير البنوك الفاسدين المرتشين اللي بتولينا بيهم في الفترة الأخيرة في البلد دي. يا فندم انا عرفت ان الموضوع ده على مكتب النائب العام، وعرفت كمان ان هو اصدر قرار بالقبض على مدير البنك اللي سهل الموضوع ده واسمه سعيد السحرتي. هو ده شاهندة، ده منشط العدد اللي جاي. ما هو دور السحرتي في هروب جلال ابو الوفا بهذا القرض الرهيب وفي هذه الفترة الزمنية الوجيزة؟ بجد بقى انا نفسي اعرف ايه الضمانات اللي قدمها عشان ياخد القرض ده. يا سلام يا فندم، لو النائب العام نجح يقرره بالحقيقة فينزل الموضوع بالسؤال والجواب عليه مع بعض. هيحصل يا ممدوح، هيحصل. ها جاهز جلبي؟ اه يلا يلا يلا. الله، انتوا نازلين وسايبيني ولا ايه؟ شوفي روحي، هي ساعة زمن وراجع على طول. ده احنا مش جايين نقضي بقى شهر عسل يا سي جلال، ده الموضوع شغل. لا، هي الحكايه بس ان الراجل يعني اللي خصص لي الشقه الجميله دي وخصص لي باسل عايز يشوفني، فانا لازم اروح اشوفه ما يصحش. طب وليه ما يسلمش عليك هنا؟ على الاقل اتعرف بيه واشكره على الشقه الجميله اللي هو جابها لنا دي. اه بس اكيد بيجي مدام، اكيد بيجي، بس هو اشغاله كتير ومسافر سويسرا بعد ساعتين. ما شفتي يعني لازم اروح اشوفه. هي ساعه زمن وراجع على طول، وبعدين بس اللي عامل لنا بروجرام حلو جدا، بروجرام هايل هيعجبك قوي. ايه يعني؟ هيودينا امريكا ولا ايه؟ عايز تسافر امريكا؟ اوكي اوكي اوكي، اسافرك امريكا. اوكي، ونروح كمان هناك ديزني لاند، ايه رايك؟ وفي ديزني في اوروبا حلوه كتير، واوروبا كمان، ونروح اوروبا كمان. واوروبا، احنا مش اوروبا دي. طب روح ساعه زمن وراجع على طول. ها هتوحشيني. يلا بس باي. أجرت لك سيارة مظبوط كيف ما طلبت، هنيك بالبارك. كويس أوي. بس أنا عايز جراج. حاضر، بجيب شو بتريد؟ لا لا لا، أنا أحب أعمل حاجات صغيرة دي بنفسي. بجيب لك صحف. باسل، أنا ما بحبش أتكلم كتير، واللي أحبه يفهم طباعة كويس أوي. ماشي أبو الشام؟ تكرم عيونك. طب استناني بقى في المكتب وأنا جاي لك على طول. طب بدك في باسل؟ ماشي، تكرم.
ليه يا ابني بتتعامل بقسوه مع العمال؟ تجازي ده وتفصل ده. طب ادي فرصه للعامل يا حبيبي يصلح خطأ وزي اخوك سامح ما بيعمل. بابا انا مش سامح. حضرتك علمتني الظبط والربط من ايام ما كنت في الجيش. يا ابني الظبط والربط مش قسوه واذيه. لا ده حسب. يعني لين من غير ضعف وشده من غير عنف. انا كده. لو حضرتك مش عايزني ماشي. هو ده اللي علمته لك يا جلال؟ انت يا ابني بتنتقم مني ولا بتنتقم من نفسك؟ تغرر بالبنت يا ابني وابوها صاحبي؟ الله ما تتكلم يا سامح، ده انتوا الاثنين ولادي من صلبي. ما تدخلنيش بينكم يا بابا، لما بنحاز لك بيعتبرني بكسبك على حسابه. يا بابا انت حضرتك يعني معصب نفسك ليه؟ موضوع ابسط من كده بكتير. ابنك مفيش بنت لغايه دلوقتي قدرت تفتح عينيها فيه. وبعدين دي معاها ايه يعني؟ ابوها كله في السوق يعني يساوي كام؟ ولا حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. باشا عمليه يا بابا؟ ايه يا صلت ناس يلعبوا في رمل العربيه بتاعت الحاج حسني بتاع دمنهور وهو بينقل السيراميك بتاعه، كل ده ليه؟ عشان اتاخر في دفع الكمبياله. اه العربيه وقعت في الترع. استناني يا ابني، ليه كده بس يا حبيبي ليه؟ والله انا كده بقى اللي يغلط فيا اطرشه الدم، اعلمه الادب. احنا في زمن ما بيعترفش الا بالقوي، اللي بياخد حقه بدراعه. وبعدين حضرتك انت اللي علمتني كده. علمتني اني ما اسيبش حقي. ايوه يا حبيبي انا علمتك كده، بس ما قلتلكش ترتكب الجريمه عشان تتعلم ده. مش لما حد يكتشف الجريمه دي او يثبت عليا حاجه. وبعدين لو حضرتك يعني عايز تبلغ عني بلغ عني. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني انت بتستغل حبي ليك. انت يا ابني مفيش عندك ذره حنيه. طب اعمل ايه يا بابا؟ ما دام حضرتك عايز تصدق اللي بتقوله ده خلاص صدقه. على اذنكم انا عندي اجتماع مجلس اداره. ولا حضرتك ناسي ان انا يعني بقيت عضو مجلس الاداره المنتدب. على اذنكم. دخلتكم مجلس الإدارة أنت وغيرك عشان تبقوا في صفي ضد سامح وبابا. بابا بدأها في زمن وإحنا بقينا في زمن تاني. سوق النصابين والأكلتية بقوا الكوم، ونظرية بقى معلش ونصبر على ده ونتحايل على ده خلاص ما بقتش تنفع. المناقصات الكبيرة يعني رشاوي كبيرة. ماشي يا جلال، شوف أنت عايز إيه وإحنا علينا ننفذ كل قراراتي. أغلبية زخلول.